أهلا، مسا العيون كل اللي بيتابعونا اليوم ومستنيين حلقتنا من برنامج المطبخ البحري، وأكيد متشوقين ليعرفوا وصفتنا شو هي اليوم من المأكولات البحرية. أكيد رح نكون معكم في هاي الحلقة مع الشيف محمود أبو حصيرة، ورح نقدم لكم أطباق مميزة ومنوعة من خلال حلقتنا لليوم. خليكم معنا. أبو محمد، يسعد مساك، أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. أهلا بك. شو اليوم في عنا؟ عنا شيش السمك. شيش السمك طبعا هذا فيش فيه شوك نهائي، يعتبر بسموه يعني الفليه، عنا فليه السمك. احنا حنسويه شيش السمك. نعم، زي شيش طوق شوي يعني اليوم. شيش السمك تمام، شوي يعني اليوم، صحيح، يعني بالفرن. شيش بالفرن. السمك بالفرن حنشويه، صحيح. تمام. طيب نعرف نوع السمكة؟ اسمها فتال. 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 طيب خلينا نستعرض المكونات. ايش بيحتاج؟ عندنا الليمون طبعا. عندنا الملح. عندنا الفلفل الأحمر المطحون. نعم. مشهيات الطعام. كزبرة مطحونة. كاري. حبهان مطحون. شطة حلوة. فلفل ابيض طبعا، اللي هي الفلفل اللي حلوه اللي هي الجمبه. مع البندوره الصغيره طبعا بتنحط بالسياخ يعني فبعد. حلو، يعني اليوم احنا راح نبدا بالشوي والمشاوي، وهي المكونات اللي احنا عرضناها. طيب نوع المقبلات راح نعمله معها؟ حنسوي سلطه الملفوف. سلطه الملفوف. نعم. هي هذا النوع اللي بيجي مع مع الشيش. مع الشيش. شيش السمك. شيش السمك. طيب بدنا نبلش نبدا في وصفتنا اليوم يا ابو محمد، شو هي الخطوه الاولى اللي راح نبدا فيها؟ طبعا هاي شيش السمك. طبعا كالعادة، والكل أكيد كل ست بيت عارفة إنه بيتم غسله وتنظيفه. صحيح، بتم غسله في المية الباردة مع ملح مع طحين مع ليمون. ركزوا، كل مرة أبو محمد بقول المية الباردة، المية الباردة السخنة مع السمك. صحيح نهائي، دايما بتركز على بفسد السمك. المية السخنة بتفسد السمكة وبتكون غير صالحة للأكل. غير صالحة. تمام. طبعا حنحط الملح. عنا كيلو من الفليه طبعا، هذا اللي بنسميه شيش السمك. كيلو. كيلو. عندنا معلقه ونص ملح. حلو. معلقه مشهيات الطعام. معلقه كزبره. معلقه كاري. نص معلقة حبهان مطحون. شطة حلوة نص معلقة. فلفل أبيض حسب طبعا الرغبة، حنحط احنا معلقة فلفل أبيض. فلفل الأحمر المطحون معلقتين طبعا. معلقتين فلفل. وعندنا الليمون قد نص فنجان. ليمون نص فنجان. ليمون. عندنا الصوص صويا. طبعا نص معلقة صغيرة. نص معلقة صغيرة. زيت الزيتون. قد نص فنجان. يمكن هو زيت الزيتون بيعطي نكهة ولون يمكن. صحيح. طبعا بدنا نحركهم مع بعض، بيعطي زيت الزيتون طعم ونكهة وفائدة بها. طبعا أكيد أكيد. طبعا احنا حنحركهم في بعض. طيب
الصوص صويا مع زيت الزيتون مع الليمون مع الحبهان المطحون مع الكزبرة مع مشهيات الطعام، طبعا هاي كل التوابل المتوفرة يا أبو محمد في كلها الأسواق موجودة وفي في الأسواق في المولات في تمام. المحلات. يمكن هي بس اختلاف في التسميات، ولكن كل شيء موجود ومتوفر. نعم، احنا حنسيبهم لمدة 10 دقايق الا ربع ساعة متبلين وجاهزين زي هيك زي ما انت شايفة، وبعد 10 دقايق او ربع ساعة حسب ست البيت ايش بتحب، اذا بدها تطول بخش التوابل اكتر داخل يعني كل اللحم. ما زادت المدة كل ما كان أحسن والطعم صحيح، زاد. لربع ساعة تلت ساعة بكون افضل، يعني اقصى شيء تلت ساعة. تلت ساعة يعني هيك صار بتضل نص ساعة أو تلت تلت ساعة ساعة، عفوا تلت ساعة حتى يبدأ التتبيلة تخش التتبيلة تدخل داخل فيه. اللحم. طبعا أها هي هلقيتها صار تقريبا قول ربع ساعة 12 دقيقة، تشوف كيف اللون تغير، اللحمة خشت أها التتبيلة. يعني حتى اللون هيك اكتسب لون حلو. صحيح، تمام، هلا بنبدا مرحله انه نبدا نشق زي ما بقولوا، شق صحيح الشوي انا من بحبه هاي الصينية. الشغله كثير بحبها، خليني انا بدي اساعدك كمان. احنا بس بننوه شوية، لازم لسياخ الخشب قبل ست البيت او مطبوط خليني اخذ من لسياخ هنا. الخشب. نعم تفضل. ايش يا ابو محمد؟ لازم سياخ الخشب قبل ما تحط شيش السمك او الشيش طبعا في اي نوع، لازم يكون منقوع لمدة نص ساعة في قلب المية اللي هو لسياخ الخشب. هو انا شايفه ملاحظه انه هذا الخشب كتير الصح انه ينتقع في المية، هو هذا هو هيك حجمه ولا هو حجمه هيك حجمه فيه اصغر كبير؟ في شوية اصغر صحيح، بس بس هو يمكن هذا افضل حجم صحيح للشوي. وننقعه بالمية. ايش الفكرة انه احنا ننقعه بالمية ابو لازم محمد؟ تشرب مية اللي هو ليش عشان ما ينحرقش يعني. يعني العود ما ينحرقش. صحيح. قديش مدة لازم ننقعه؟ ربع ساعة تلت ساعة يعني نص ساعة أقصى شيء عشان ما تمام، ينفش أكتر فكرة والله انا ما كنتش بعرفها عشان ما صراحة هاي ينحرق. معلومة. انا هحط لك هنا عشان حضرتك تستخدم. الألوان وتناسق الألوان كمان بيعطي مش للطعم كمان للمنظر كتير حلو بيكون. قديش بيقعد بالفرن؟ ربع ساعة. ربع ساعة. هو غالبا الأسماك ما بتاخدش لا الأسماك كيف تستوي وقت، بالعجل يعني، لا ما فيش وقت بتاخدش وقت كتير كبير نهائي. سواء شوي أو قلي أو أي شغلة ما بتاخد وقت كتير. ممكن نعطيها منظر، ناخذ الخضرة هاي الخضرة الحمراء الصفراء. لا هو فيش بندورة صفراء يا أبو محمد لا ولا في في بندورة صفراء عن جد؟ في لون على برجاني كمان لون في والله صحيح. طبعا هو هاي الوصفة لأي نوع سمك بهذا الشكل خالي من الشوك نعم لحم فقط ممكن بتسوي طبعا بصويا، أها بنعمل صوص لا أنا بنعمل بحكي يعني عن مشكلة الشوي إنه بهاي الطريقة الشيش سمك. شيش سمك إنه بكل كل مش المفتلة بس، المفتلة اسمها لا الفتال. الفتال. طبعا هذا فيليه السمك يعني. الفتال هذا فيليه سمك، بس في أسماك تانية فيها فيليه بتكون فيليه نقدر نستخرج منها في طبعا استيكات وشغلات إشي أنواعها. في الغزلان الغزلان اللوكوس هذا بتسوى يعني فيليه وممكن منه ينشوي بهاي الجرع. الطريقة. صحيح، تمام بس افضل شيء الفتال. الفتال طيب أنا بدي أساعدك يا أبو محمد. يا بركة، بيقولوا يا أبو محمد إنه السمك بيعطش في رمضان. بعطش صحيح، لكن بخلي الواحد يشرب مية والمية كويسة لجسم الإنسان. طب يمكن في اللي بيقولوا لك أنا إيش حطيت؟ إيش ده؟ أيوه في بيقولوا لك إنه ما بنقدرش نشرب مية كتير، يعني إنه الوقت قصير بيكون شيء إذا أكل سمك وأكل وراه الحلو وما بعرف إيش، فإنه فيش مجال للمية بيكون. فإيش الحل؟ إيش الأشياء الممكن؟ أوكي تفضل. أنا حطيهم لا أنا خلصت، حطلك حبة أنا بندورة هيك خلصت. بسم الله.
فايش الحل يعني انه ممكن ناكل سمك طبعا وما نحسش بالعطش في خلال الشاي طبعا النهار؟ بطفي الشاي. كوباية شاي بعد يعني الوجبة بنص ساعة ساعة هيطفي العطش. اكمل؟ بدك تولع الفرن؟ كملتيهم؟ خليني انا اكمل الباقي هذا ولا احنا الفرن انت حنحط طبعا جهز. الفرن، حنشغل الفرن. طبعا شغلنا الفرن قبل بوقت، حطينا درجة الحرارة ل 120. طبعا عندنا حامل فرن. درجة حرارة 120، طبعا نعم، أكيد لازم نحمي من قبل. قبل بربع ساعة برضو. تمام، بدنا هيك احنا خلصنا. ضايل هادي يا أبو محمد. تمام، أي هاي مشكلة؟ الطريقة عادي، أو إنه لو ممكن فيش أي نفصلهم مشكلة، تنتين فيش أي ولا مشكلة هيك عادي بيستوي؟ عادي، عادي فيش أي، بيستوي. كله تمام. طول ما هي منقوع زي ما قلت لك الخيار مش اخذت ال حيصير ايه نهائي. الصويا صوص بتدبل كمان وبضطري يعني. هيك الشيش جاهز هنحطهم تقريبا بهذا الشكل، بيكون ماخذ كل اللون وكل التوابل والطعم والريحة. اكيد راح طعم تكون، مش طبيعي. اكيد الطعم راح يكون اشي خرافي. طيب هلا قديش بيقعدوا بالفرن يا ابو محمد؟ ربع ساعة ربع ساعة. السمك بياخدش وقت، من 10 دقائق لربع ساعة بالكتير، يعني ربع ساعة بكون مستوي. تمام، هلقيت خلينا بس حان قبل ما نبدا عشان نخلص المرحلة هاي بشكل سريع نعطي ال الوصفة مختصرة والمكونات اللي انت استخدمتها. شيش السمك طبعا اللي هو فيليه السمك، ليمون طبعا عليه، ملح، فلفل احمر، مشهيات الطعام، كزبرة، كاري، حبهان مطحون، شطة حلوة، فلفل أبيض، صويا، زيت الزيتون طبعا، والفلفل اللي هي الفلفل الحلوة حطيناها بين الألوان بعض الملونة. صحيح، وحطيناها بالفرن بدنا نحطها لمدة ربع ساعة. هيك احنا حطيناها بالفرن يا ابو محمد، وطبعا راح نستنى ربع او ثلث ساعة لعبين ما يستوي الشيش سمك. اعزائي المشاهدين خلينا نروح لفاصل قصير ونرجع نعمل المقبلات المشهية اللي بتكون الى جانب طبق الشيش سمك. خليكم معنا ما تبعدوش بعيد. جديد رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ومكملين مع الشيف محمود ابو حصيره في وصفتنا لليوم الشيش سمك، وكمان راح نعرف ايش المقبلات اللي راح تنعمل مع هاي الوجبه. ابو محمد طبعا انت حكيت في بدايه احنا الحلقه ملفوف حنسوي احمر الملفوف الاحمر والملفوف والملفوف الابيض. الابيض. تمام، خلينا نبدا بالملفوف الاحمر. هاي سلطه الملفوف، طبعا سلطة خفيفة خفيفة وصحية. هذا الملفوف كتير غني بالفيتامينات، كتير كتير. طبعا التقطيع حسب الرغبة، في حسب أنا الرغبة، في بقطعه صغير، صغير، في كبير، شرايح رقيقة، شرايح خميلة زي ما بقولوا، بس كله على حسب الرغبة، بس في الآخر كله بيأدي نفس الطعم. صحيح. في احنا حنسويه بس بالليمون والزيت النباتي والملح، في بحبوه في المايونيز بس احنا مش حنسويه في المايونيز عشان السمك يعني. لا هو مش حيأثر، بس انا مش هسويه في المايونيز طبعا. اخف هنا يعني قطعناه بكون عشان رمضان وبكون اخف، الواحد صايم خلو ياكل اشي صحي. هاي قطعناه زي انت شايفه، هنفركه منيح. لازم هاي نهرسه الفركة كويس قد ما نقدر.
ايش النتيجه يعني انه اذا النتيجه بتطرى هي دائما يعني وبتاخذ لون وبتعطي طعم ارتب. حتى شايفه كيف اللون صار بيلمع. قلت نحط الملح. طرده بنفرك منيح. بنحط الليمون. اذا ست البيت بدها تحط معلقه ليمون، نص معلقه خل، فيش اي مشكله، او معلقه خل صغيره ومعلقه ليمون صغيره. يعني ليمون وخل صحيح مع بعض. فعلا اللون تغير كتير، صار لونه حلو بيلمع. حنحط زيت نباتي. بنقدر نحط زيت زيتون بدل الزيت النباتي ولا بتقدر بتحط زيت الزيتون؟ بس انا بفضل الزيت النباتي حتى بكون اخف. اخف كين الصح. الشيش بده اشي يعني خفيف، مش يعني شغله دسمه. شيش السمك طبعا، هذا طبق سلطه الملفوف. حنيجي طبعا الاحمر. هذا الملفوف كتير مفيد كمان لحرق الدهون بالجسم. صحيح كلامك. طبعا زي ما بنعرف يا ابو محمد انه المشاوي بتحب السلطات زي ما بقولوا، السلطات المخللات والمخللات. يعني احنا اليوم استكفينا بوصفه انه يكون معنا ملفوف احمر وملفوف ابيض متشابهين يعني وقراب لبعض، بس انتم فيكم يعني تختاروا السلطه اللي انتم بتحبوها، سواء سلطه خضار سواء سلطه ملفوف، برضه نفس الطريقه. صحيح. ملح. طبعا الليمون. والزيت النباتي طبعا. نفس الطريقة. طبعا يمكن السادة المشاهدين اللي بيشوفونا بيقولوا طيب ما هذا ملفوف وهذا ملفوف، فأكيد هذا له فوائد معينة. احكي لي عن هذا واحكي لي عن هذا. أكيد. وهذا لون وهذا لون وهذا طعم وهذا طعم. طبعا احنا هيك وصلنا للسلطات. طبعا جاهزين السلطات معنا، سلطة الملفوف الاحمر وسلطة الملفوف الابيض الى جانب الطبق الرئيسي. ايش اخبار الفرن يا ابو محمد؟ تمت استواها وهي تحميرها. واللون بجنن. طيب هاي طبعا وصفتنا تقريبا بدأت انه تكتمل واستوت، وخلينا اعزائي المشاهدين خلينا نروح لفاصل يا ابو محمد وبعدين نرجع نورجي السادة المشاهدين طبقنا لليوم بشكل مرتب وبشكل حلو. فاصل ونرجع لكم، خليكم معنا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ومكملين معاكم لوصفتنا لليوم مع الشيف محمود ابو حصيره، وهي وجبتنا تقريبا كانت او صارت جاهزه.
طبعا اللمسات السحرية اللي بحطها أبو محمد في الزينة اللي بتعطينا شكل كتير رائع. أبو محمد هيك وصفتنا إحنا بإذن الله اكتملت اكتملت 100%. خلينا نذكر السادة المشاهدين باللي عملنا اليوم. عندنا شيش السمك طبعا مع التوابل الخاصة فيها بين الكاري ومشهيات الطعام، الملح، صوص الصويا، زيت الزيتون، الزيت النباتي. اخر اللمسات السحريه اللي بحطها ابو محمد على وجبه اليوم. تقريبا احنا يعني جاهزين اليوم، وجبتنا اصبحت جاهزه، راح تشوفوها بالشكل النهائي طبعا. يسلموا ايديك ابو محمد. بهيك مشاهدينا الكرام بكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم. بتمنى وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم واستفدتوا منها، وبتمنى كمان تجربوها. نلقاكم في حلقات قادمه من المطبخ البحري. اجمل تحيه ابو محمد، والى اللقاء. الى اللقاء.